هنبدأ بالventricular septal defect. هو عبارة عن defect ما بين التو تشامبرز. خلقة ربنا ان احنا بيبقى عندنا تشامبر بيتكون من جزئين، جزء ممبرنس وجزء ماسكولار. الديفكت ممكن يبقى هنا وممكن يبقى هنا. لو الديفكت في الماسكولار بيبقى غالبا صغير، ولو في الممبرنس بيبقى غالبا كبير. والماسكولار خلينا نبقى عارفين ان هو بيقفل لوحده، بينما الممبرنس ما بيقفلش لوحده. الهيمودينامكس هي اللي بتوضح لنا الديزيز بيبقى ماشي ازاي. فيز دي ده ديفكت ما بين الليفت فنتركل والرايت فنتركل، وبسبب كده هتلاقي ان الدم هيمشي من الليفت فنتركل اللي فيه الضغط عالي للرايت فنتركل اللي فيه الضغط قليل، وبسبب كده الرايت فنتركل هيبدا يتخن، والليفت فنتركل منه بيكونتراكت اجينست بابين هيحصل فيه هو كمان هايبرتروفي. وعشان كده دايما الليفت فنتركل بيحصل فيه المشكله قبل الرايت فنتركل. مش بس كده، الدم هيمشي جوه الرايت فنتركل كتير، فوليوم اوفرلود. الفوليوم اوفرلود ده هيخلي البلمونري فيسلز قدامها دم كتير، اللنج يخش فيها دم كتير، اللنج يدخل فيها دم كتير، سيركيليشن كتير، ينتج فيها ان العيان جوه الرئه بتاعته دم كتير، يبدا الدم ده يركن ويحصل تشيست انفكشن. مش بس كده، البلاد فيسل كمانه بيتعرض لفوليوم كتير يبدا يتنفخ، وعشان هو يقدر يتعامل مع الفوليوم الكتير ده يبدا يرد بهايبرتروفي للوول نفسها. ولما يحصل هايبرتروفي للوول نفسها ينتج عنه ان اليومن نفسه يضيق، ولما اليومن يضيق يحصل بلمونري هايبرتنشن، والبلمونري هايبرتنشن ده يرفع الريزيستنس اللي قدام الرايت فنتركل، فالضغط جوه الرايت فنتركل يبدا يعلى، فالشنطه هتلاقي الدم فيها يقل. والكلام ده بيحصل في الادفانسد كيسز. الادفانسد كيسز يبدا ان الدم مش عارف يمشي ما بين الليفت فنتركل ولا الرايت فنتركل، فبيسموه باي دايركشنال فلو. لو الامور استمرت من غير علاج الضغط يبقى اعلى في الرايت فنتركل، اعلى واعلى واعلى، لدرجه ان هو يوفركم الليفت فنتركل، ساعتها الدم يمشي من الرايت للليفت، وساعتها بيسموها ريفرسال شنت، واللي بيسموها الايزنمنجر سيندروم. في حاجه بتحصل في بعض الناس ان بسبب ان الليفت اتريوم بيكبر كمنه هو قصاده بريشر بينزل قصاد الميتر العالي، فالليفت اتريوم بيكبر شويه فبيدوس على الاسوفاجس وممكن يعمل لك ديسفيجيا، بس طبعا حاجه مش سبيسيفيك قوي، هو ما بنشوفهاش كتير. طبعا احنا بسبب ان الليفت فنتركل فيها هايبرتروفي فالكونتراكشن هتبقى قويه، لان المسل بيبدا فيها هايبرتروفي بتدي كونتراكشن اقوى، وبالتالي احنا ممكن نحس بالبيتيشن برضو. طبعا احنا بسبب ان الليفت فنتركل بيكونتراكت اجينست تو اورفيسز فالدم يبقى ماشي قليل جوه الاورطه برغم ان الكونتراكشن قويه، وبالتالي يبدا يحصل اعراض اللوكارديك اوتبوت. ادي السيمتوماتولوجي. نشوف الاكزامينشن بتاعنا هو هيبقى عباره عن ايه. احنا عندنا بنكومنت دايما على الايبكس وبنكومنت على بلسيشنز حواليها. الايبكس هنا هيبقى فيها ايه؟ هتبقى فيها بيكتشر بتاعت الليفت فنتركلر هايبرتروفي في الاول، وبعد كده الليت بتبقى بايلاترال فنتركلر انلارجمنت. وهتلاقي ان البلمونري بلسيشن ان هي البلسيشن اللي بتحس عن البلمونري اريا محسوسه بقوه، وكمان هتحس ان انت بالسماعه هتسمع البانسيستوليك ميربر اللي احنا قلنا عليه في الكارديولوجيكال اكزامينيشن. انفستيجيشنز بنفس اللي احنا قلناه، شيست اكس راي هتتكلم على البرونكو فاسكولار ماركرز طبعا هتبقى عاليه بسبب ان انت عندك دم كتير، وكارديوميجالي مش حاجه سبيسيفيك، مفيش تشامبر هنا واضح بوضوح قوي ولا في شيب مميز. الاي سي جي هيبقى عندك فيه بيبالمونال علشان انت عندك فيه رايت فنتريكولار هايبرتروفي، وطبعا الايكو هيبين لك اذا كان الفي اس دي ده مكانه فين، حجمه فين، والدم ماشي من اليمين للشمال ولا من الشمال يمين ولا باي دايركشن ولا ولا ولا. والقسطره بنعملها في حالات اللي هم العيانين اللي بيبقوا ريزيستنت، او العيانين اللي هم قبل ما يعملوا عمليه عشان تشوف البلمونري بريشر بتاعهم كويس ولا مش كويس. العلاج بتاعنا ميديكال وسيرجيكال، بس الكلام ده بنبقى عارفين انه في السمول في اس دي وبالذات الماسكولار في اس دي ما بنعمل لهمش علاج لو ما فيش مانيفستيشن. لو في مانيفستيشن هتديهم طبعا العلاج اللي هو تمنع الانفكتيف ميوكاردايتس وتعالج للهارت فيلير، والسيرجيكال طبعا هو انك تعمل ايه، تعمل كوركتيف سيرجري.